هبدا اول حاجه بالفراخ المشويه اتبلها، ونشوف بعد تتبيلتها هنشويها ازاي. مقاديرها على الشاشه: صدور فراخ مستردة، عصير ليمون، ثوم، عصره ميه بصل مهمه جدا، زعتر وريحان وملح وفلفل. هي دي المقادير، بسيطه وسهله. حلو، تعالوا نعمل التتبيله كده قبل ما نقطع الفراخ، ده مهم جدا عشان الكل بيسال: يا شيف مغازي عايزه اكل فراخ مشويه من ايدك. ادي الكسرولة بتاعتي بحط فيها توم اللهم صل على النبي، معانا توم طازه اهو، ويفضل يكون التوم ناعم ما يكونش خشن عشان ناخد الفليفر بتاعه، ما يتحرقش، مستردة. حلو قوي، شويه بصل صغيرين، يا صباح الجمال. تعالوا نحط فلفل اسود. ساجدة عايزة طريقة الشركسية، سموها شركسية ليه الأول أو سموها شركسية ليه؟ لازم تتعمل بديك شركسي. حلو الكلام؟ ديك شركسي يعني ديك كده يتسلق في بوكيه جرنيه، وناخد الشوربة بتاعته ونعمل بيها صوص الشركسية ونسلق بيها الرز الأبيض. بعد كده ناخد الديك الشركسي ده ندخله الفرن يتحمر. شايفين التتبيلة ديت؟ أهو ده توم وبصل مستردة، عصير ليمون، زيت زيتون. تتبيلة خفيفة كده صيامي. يعني صيامي يا شيف؟ يعني ما فيهاش بهارات كتير، هم شويه الملح وشويه الفلفل، وللامانه زعتر معانا كمان اهو. بس حلو الكلام. وهنمسك الفراخ دلوقتي نقطعها بطريقه كده تستوي بسرعه. ده زعتر او بردوش او ريحان زي ما انت عايزه. هناخد التتبيله دي كده ونشيل الفراخ ونحطها مكان الفراخ. تعال، حلو قوي اهي، ونقطع الفراخ مع بعض واحنا شغالين. شيل ده من هنا كده معلش. سكينه حاميه معانا مهم جدا، ونمسك صدور الفراخ بالشكل ده كده. وانت بتشتري صدور الفراخ تخلي بالك، شفت السكينه اهي اهي، التقطيعه دي مهمه جدا، شرايح كده كانك بتعملها سكالوب اهو اهو. معانا اتصال. انا تبلت الفراخ بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شفتوه. حلو الكلام، اسيبها بقى انساها شويه. انت بقى خليك احسن من الشيف المغازي واعملها من بالليل، هتاكلي فراخ تاكلي صوابعك وراها. الفراخ دي التتبيله دي حلوه قوي، فرخه باينه شخصيتها، متتبله بالثوم بالريحان، لطيفه وجميله. هنشويها على الجريل دلوقتي، وبعدين نخش على طبق المكرونه بتاعنا. معايا جريله لازم تكون تسخن جامد كده، واحط لها شويه زيت صغيرين ما نكترش، ونمسك الفراخ نشوي شويه لان احنا معانا كميه عشان نكسب وقت. معانا مين يا غالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا عايزك تبقي انت احسن مني، يعني انت سيبيها وخليها في الثلاجه شويه، معكيش بقى لا مخرج ولا معاك وقت. انا مضطر ان انا احطها على النار كده علشان تاخد ايه وقتها في السوى. الله على الموزه بتاعت الفرخه دي، الفلتايه بتاعتها بتاعت الصدر. الله الله على الريحه الحلوه. نطلع بمقادير طبق مكرونه بالطماطم، بسيط وسهل، ولكن هتاكلي صوابعك وراه لو اهتميتي بصوص الطماطم، لو اهتميتي شويه بصوص الطماطم اللي احنا هنعمله دلوقتي، يعني خدمت عليه كويس. طاسه كده على النار اهيت، الفراخ تتحمر كده اهو. اللي انا حطيته اصفر يا امي ده كان مستردة. نقلب الفراخ كده اهو. يلا انزلي المقادير عشان خاطر الحاجه ما تزعلش مني، نكسب دعوتها في ايام مفترجه. احنا خلاص عدينا العشر الاولانيين، باب السماء مفتوح يا فاروق. نقلب الفراخ كده اهو، واخد الفراخ دي زي ما هي كده يا فاروق اهي، زي ما هي من غير اي حاجه، زي ما هي ادخلها الفرن اهي اهي اهي، بتتحمر زي الشاورما. فراخ بتستوي في اقل من 10 دقائق، خدت صدمه ناريه على النار بالتتبيله المعتبره، وبعدين دخلناها الفرن. لا ده الفراخ دي بقى عايز اقول لك لسه هتاخد شغل مني، لسه ما خلصتهاش، بس خلونا اقفل الفراخ الاول. احنا هنا بنعمل دلوقتي اللبن سوس او البتر فلاير الفراخ. شوينا الفراخ وخرجنا الجميل، يا ريت يجيبها بعد اذنه،
وبنعمل لها الصلصه بتاعتها دلوقتي اللي هو الليمون مع الزبده. انا سيحت شويه زبده معايا هنا، باخد البيون اللي نزل من الفراخ، مكان تحمير الفراخ ده موجود معانا اهو بالشكل ده كده، ده مهم جدا، بنزل بيه هنا حلو قوي، ده مهم جدا، بنزل عليه بالليمون. الله، حلو قوي، بديله قوام كده بسيط، معايا مضرب، معلقه نشا صغيره،